لما قالوا لي ان انا هتكلم عن اسلام الشاطر، بصراحه انا يعني الجيل ده بتحس ببهجه وانت بتتكلم عليهم، بتحس كده بريحه الاصاله والجدعنه يعني هتقول اسلام الشاطر، هتقول جمعه، هتقول بركات، هتقول الحضري، هتقول تريكه، هتقول مش عارف هتقول مين ولا مين ولا مين ولا يعني جيل. كنا بنقعد على البنش واحنا رايحين اي مباراة في اي مكان في العالم، احنا نكسب كام؟ يعني مش هنكسب ولا مش هنكسب، يعني هنكسب كام؟ اسلام بقى كان يعني حبة الكريز بتاع الجيل ده. اولا هم كانوا مرتبطين ببعض حتى من قبل ما يجي النادي الاهلي، يعني اسلام كمان من الباكات اللي ما تحسش ان هو يعني باك مدافع، يعني المدافع ليه خصائص ان هو شرس قوي، لا ده باك بقى من فصيلة لعيبة الكورة، يعني كورة في رجليه كأنه فرود مش باك. وكمان تكتيكيا يعني طبعا كان عندنا في الوقت ده مستر مانويل جوزيه، وهو علاقته بمانويل جوزيه كمان علاقة يعني ليها خصوصية جدا جدا جدا. إسلام كان مانويل جوزيه بيعتمد عليه في غرفة الملابس، وكان بيعتمد عليه في الملعب كقائد وكابتن من كباتن الفرقة. تتكلم معاه بقى اللي هو وهو لسه بيلعب، تحس إن ده هيكون حاجة، يعني اسلوبه في الحوار، اسلوبه في يعني في اذا كان في مشكله بين اتنين، والحمد لله ما كانش في مشاكل في الوقت ده خالص خالص، لكن لو اتنين في التمرين حصل حاجه سخونيه ملعب، تلاقيه اول واحد نط في وسط اللي هو كده، يعني نط في وسط الناس وخلص الدنيا وسلك الموضوع. كان حاجة جميلة جدا، يعني انا بعتبره ابن من ولادي. تحس ان هو مش كان مشروع محاور، او يعني هو طبعا الحمد لله دلوقتي بقى يعني حاجة جميلة، بستناه كل برامجه من بدايته يعني لحد ما بقى في النادي الاهلي. اسلوبه شيق جدا ومثقف جدا واب تو ديت لكل المواضيع اللي اللي موجوده على الساحه، وعارف بيتكلم ازاي باحترام شديد جدا وبادب شديد جدا. هتقول ايه لنوجة؟ حاله خاصه هو بالنسبه لنا كلنا، بالنسبه لهذا الجيل، هذا الرجل المحترم، الاخونا الكبير، الاب اللي لما بنبقى متضايقين من مانويل جوزيه كنا نجري عليه وكان يهدينا، وهو اللي كان بيروح يقول ما بيزعلش حد ابدا. لا بص يا كابتن، في فرق في احتواء طبعاً، بيحتوي وبعدين يروح يحكي المانويل بالصدق، يعني بصدق بس ايه بالطريقه اللي مانويل عايزها، بس بلاش احتواء دي، بلاش احتواء، لا بلاش احتواء عشان احنا تعبانين، بلاش احنا بلاش كويس. فكان بيحكي لمانويل جوزيه بالطريقه اللي تتناسب مع مانويل وبالاسلوب اللي انا عايزه، فاهم حضرتك؟ كان صادق، كان صادق جدا جدا. واحنا انا شخصيا لما كنت بعوز حاجه من مانويل كنت اروح لكابتن ناجي، بقول لك يا كابتن ناجي هو الراجل ما بيعمل كذا وكذا 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 وكذا، ايه الموضوع؟ يقعد يحكي لي يقول لي اعمل كذا ونعمل كذا. فكان مش انا لوحدي، معظم اللعيبه بعدين كابتن احمد ناجي من الناس اللي برضو لا يتكرر ظهوره كتير في التلفزيون، لكن اي حد من الجيل بتاعنا او من اصدقائه يرفع عليه السماعه ويقول له تعالى يا كابتن ناجي، ما بيترددش، لا يتردد ولا نعم، يعني نعم ما بيهربش صراحه يعني. فانا اخويا الكبير وانا بحبه جدا جدا، وهو حاله خاصه في الوسط الرياضي.